المجامر عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناتكم شوف تي في قناة الشاب. كيف كتابعوا معنا هذه الحادثة ديال السير الخطيرة؟ رجال الأمن بعد الوصول ديالهم اكتشفوا بأن داخل هذه السيارة أشياء غريبة مثل واحد كيف كنقولوا بالدارجة مجمر وكذلك يعني واحد الفولة من اللون الأحمر. يعني واش بصح هاد الحادثة ديال السير السبب ديالها هو والسبب ديالها هو كنبك والسبب ديالها هو هادشي ديال الشعوذة او شيء اخر. اذن اللي كتلاحظ قناة شوف تي في بان داخل السيارة كيوجدوا شي حاجة اللي كتشير الى طقوس غريبة. وغادي تبقاو معنا مشاهدينا الكرام باش تشوفوا الخسائر اللي سببت فيها الحادثة. غير هاد السيارة اللي كتشوفوا امامكم كاينة سيارة ديال الأجرة، ها هي اللي الخسائر ديالها المادية فادية. شوفوا غادي نرجعوا للقضية اللي قلنا لكم ديال أن كاينين أشياء تشير إلى أن الموضوع ربما إحنا ما كنجزموش ربما أن الأمور تشير إلى أن أشياء لها علاقة بالشعوذة. أنتم شوفوا لا إذا واش الشعوذة هي سبب في هذه الحادثة؟ أو التهور أو السياقة في حالة غير طبيعية أو أشياء أخرى لكي أعلمها إلى الله في هذه الليلة المباركة ديال ليلة الجمعة. هنا في مدينة الأرضينة أكيد المصالح الأمنية بمنطقة الحي محمد عيد السبع خصوصا مصلحة حاويه السير غادي يفتحوا تحقيق معمق للوصول إلى كل حيثيات التفاصيل ديال هاد الحادثة. نعم لا نشدوا الميكرو.
لا شي بغيت نسولك كانت في الطاكسي انتي ما غاديش تبان بغينا تعاودي لنا كيفاش السيد كان جاي نعاونو حنا نلقاوها نعاونو سير عند مول الطاكسي ودير معانا ما نخدش سير عند مول الطاكسي وسولي لخطيب واخا لنا ماشي مشكل الزوجة ديال السيد اللي كان على متن الصياغة ديال الأجرة اللي تم النقل ديالو إلى المستشفى اللي كيعمل كنادي في أحد المقاهي جات للمكان ديال الحديث ولكن رفضت تعطينا تصريح هانتوما شوفوا الخسائر المادية اللي خلفتها هاد الحادثة ديال السيد اللي وقعت قبل قليل هنا بمدينة الدرغية ما يعني هاد السيارة هادي ما مفهوماش هاد الحادثة ما مفهوماش كيفاش وقعت كيفاش ان هاد السيارة في اتجاه والسيارة الاخرى في اتجاه كيفاش وقعت هاد الحادثة اكيد المصالح الامنية هي الوحيدة اللي غادي توصل تفاصيل هاد الحادثة اللي وقعت قبل قليل هنا بمدينة الدرغية كنقول للمصالح الأمنية نقول مصلحة حوادث السير بمنطقة حين 7 الحي المحمدي اللي حضرت على أجل فور وقوع هذا الحادث يقال أن سائق السيارة البيضاء هرب إلى مكان مجهول بالفعل سائق السيارة البيضاء هرب إلى مكان مجهول لحد الساعة مازال العناصر الأمنية أو المصالح الأمنية كيقلبوا على شكون هو السائق ديال السيارة ولكن السيارة عندها ترقيم سواء كانت مكتارات سواء كانت في الملكية ديال السائق ليوصلوا للسائق في أقرب وقت كنعرفوا الحنكة والتجربة والقوة ديال العناصر الأمنية المغربية يعني كيف كنقولوا بالدارجة ما غايباش في دارهم شكرا مرة أخرى مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.